هل إيلون ماسك عنصري ضد العربي والمسلمين أم مجرد محب للمال؟ فهو يتدخل في كل الأحداث الساخنة حول العالم، وآخرها تأييده للعنصريين البيض في بريطانيا ضد المسلمين عبر منشوراته. السلطات البريطانية أصبحت تجد في منصة إكس بل وفي إيلون نفسه خطرا على الأمن القومي بحسب بلومبرغ، فعبر المنصة تنتشر المعلومات المضللة ويؤججها ماسك بمنشوراته الساخرة أحيانا من مسلمي بريطانيا والمحرضة ضدهم من ناحية أخرى. وبينما اختلط الأمر على كثيرين حول دوافع ماسك، ظهر ابنه المتحول فيفيان فجأة ليخلط الأوراق بقوله إن والده الذي تبرأ منه لا يمت للمسيحية بشيء، وأنه لم يدخل كنيسة في حياته، وإنه يقول عن اللغة العربية بأنها لغة الأعداء. وسبق ذلك ضجة أحدثها ماسك عندما اتهم بمعاداة العرب واليهود عندما أيد نظرية الاستبدال العظيم التي تدعي أن الأقليات وبينهم العرب سيستبدلون البيض في أوروبا عبر سياسات الهجرة الأوروبية، والتي رجح ماسك أن اليهود يدعمونها في أمريكا. تحليلات عدة ترجح أن تأجيج الصراعات ربما يكون عاملا مقصودا من ماسك لجذب المستخدمين لمنصته كمحاولة لزيادة أرباحها وتعويض المبالغ الضخمة التي دفعها للاستحواذ، والبالغة 44 مليار دولار، والتي تتفق دراسات عدة على أنها مبالغ فيها. ومع أنه من الصعب معرفة الأرقام الدقيقة للمنصة، إلا أن ماسك نفسه يحتفي دائما بمنشورات عليها تتحدث عن نمو عدد المستخدمين الذي وصل بحسب تقديرات عدة إلى 254 مليون مستخدم نشط يوميا و500 مليون منشور يوميا كذلك. ومن المفارقة أن هذه الصراعات دفعت الكثير من المعلنين لوقف إعلاناتها على المنصة، وبالتالي تكبد ماسك خسائر لدرجة أنه قرر المواجهة مع اتحاد للمعلنين الأمريكيين الذي اتهمه باحتكار الإعلانات ومحاربة منصته، وقال حاولنا السلم لعامين والآن الحرب. فما رأيك، هل ماسك عنصري أم يضع المال أولاً؟